إنشاء اليوم هذا اليوم الدراسي شفنا ضحايا اللي شفناهم بوجه آخر، يعني شفناهم صامدين بقوة ولمسنا فيهم يعني الأمل باش أن القضاء يقول الكلمة ديالو وينصفهم. اليوم خلال هذا اليوم الدراسي اللي عقدته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، طبعا فاجئونا ضحايا بأنهم التحقوا يحضروا لهذا اليوم الدراسي. هذه مسألة اللي احنا كتلش صدرنا، أولا كتبين بأنه كاين ثقة في هذه الجمعية باش يمكن الدفع عليهم حقوقهم. ثانيا كيبين بأنه كاين حاجة ماسة بالنسبة لهاد الضحايا لشي حد يحتضنهم ويدافع عليهم على حقهم ويحسوا بالحماية، خاصة وأنهم كيتعرضوا بالإضافة للأفعال الإجرامية اللي تعرضوا لها، كيتعرضوا لواحد الهجمة شرسة إعلاميا من طرف المتهمين ومن طرف مرتكبي الأفعال الإجرامية والأقرباء ديالهم والمحيط ديالهم. هو في الحقيقة هادو ضحايا حسوا بدفء اليوم مع الجمعية وطلبوا المؤازرة مساندتهم والدفاع على حقوقهم من طرف الجمعية، ولكن في داخلهم كذلك كاين جراح، كاين آلام، ولاحظتوا كيفاش انفجرت الممثلة وهي كتبكي بعد ما دلات بالتصريح ديالها، خاصة هذا الفعل الجرمي اللي كيخلي مخلفات نفسية اللي كتبقى مع الإنسان طول حياته، ولكن أكثر هو التشهير والقذف والإهانة اللي كيتعرضوا لها في الإعلام من طرف الداوي مرتكبي الأفعال الإجرامية اللي في الوقت أولا ملفات معروضة على القضاء نخليه القضاء يقول كلمته فيها. ثانيا يكفي أنهم كيتألموا من أفعال إجرامية، بارك ما نزيدوا نكبدوهم آلام أخرى ديال التشهير بهم وديال كرامتهم، يكفي أن كرامتهم تهانت ما نزيدوش. ولكن مع الأسف هذه مسألة اللي غادي تحتاج الوقت باش الناس توعى وتحترم الضحية كأي مواطن عادي تعرض للفعل الجرمي اللي هو تألم منه ولجأ للقضاء باش يطلب إنصافه. نحترموا هاد الضحايا وكرامتهم ونحترموا القضاء يقول كلمته كسلطة قضائية مستقلة. تعرضت علينا ملفاتهم، طبعا الجمعية غادي تدرس هاد الملفات وغادي تاخذ القرار المناسب للدفاع على الضحايا وحمايتهم طبقا للأهداف اللي سطرتها الجمعية منذ تأسيسها. المرة الثانية اللي كتقوم به الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في إطار التواصل مع المجتمع المدني مع الفاعلين الحقوقيين من أجل يعني الاشتغال على كل ما يخص قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء ضد الرجال ضد كل فئات الهشة. احنا في هذا اليوم بصراحة حسينا ولأول مرة أننا جزء واحد، أننا عائلة واحدة، وخصوصا بالتحاق ضحايا آخرين اللي منهم حقوقي سيد آدم والأستاذة الفنانة نجاة خير الله اللي هي أيضا ضحية اعتداء جنسي ضحية تحرش من زميل. اليوم جينا كاملين باش أننا نديو ونصرخو ونديو للمجتمع وللناس من أجل كسر حاجز صمت اللعين، لأنه حقنا وكرامتنا وكرامة عرضنا وكرامة أولادنا من كرامة هذا الوطن، وعلينا من أجل أننا نغيروا يعني هذا من المجتمع وباش نصلحوه خاصنا ندويو، خاصنا نهضروا، خاصنا لأنه من حقنا نهضروا، راه ماشي عيب نهضروا، راه اللي عيب هو الجرم اللي كان يعني اللي كيتمارس علينا يوميا. يعني الاعتداءات الجنسية لا تنتهي من تحرش من قذف الكرامة من يعني في ممشيتي هالشي كان تعرضوا لي، سواء كانت الإنسانة لامرأة يعني متدينة محجبة، سواء كان تمارس حريتها الفردية يعني كما تشاء، سواء كان طفل أو طفلة يعني ضحايا اعتداءات جنسية منهم ذوي احتياجات الخاصة منهم رجال. لذلك يكفي صمتا، يكفي عيب وحشومة، العيب هو نسكتوا، العيب هو أننا من اللي كيوقع لنا مشكل أو اعتداء جنسي ونحشمه من المجتمع ونسكتو. علاش المجتمع، علاش دوك الأفراد اللي كيمارسوا هذا الجرم هذا علاش يحشموه مايا
وما يمارسوش علينا هذا، لان علاش لحقاش انا مرا ولا هذيك مرا ولا ديك مرا ولا كيعتبروننا حنايا ضعفاء؟ لا مستحيل، لا نحن سيدات هذا المجتمع، فينا امهات، فينا اخوات، فينا زوجات، حتى واحد ما كيبغي بنته او لا من يعني سواء من القريب او البعيد انه تعرض لاعتداء جنسي، حتى شي واحد. ابن الجود مستشارة بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا. اليوم حضرنا لهذا اليوم الدراسي، وحضرت جيت من مراكش معية الشاب آدم المشتكي في قضية سليمان الريسوني، وكان الحضور ديالو اليوم وكان الحضور ديالي أنا وياه في إطار مساندته بالنسبة لقضيته، وكي نقول للرأي العام ولهاد الناس هادو اللي كيخرجوا وكيجيشوا المفكرين المغاربة والمبدعين والمؤثرين وداخل وخارج أرض الوطن، بغينا نقول لهم بأنه راه ماشي حتى الولد هذا كيبان لكم بأنه بوحده وبأنه مؤدب وما كيبغيش يخرج للإعلام، أنه راه هادشي كيعطيكم الفرصة ولا كيعطيكم الحق أنكم تبداو كتهاجموه. كفاكم مهاجمة له، راه الأقليات كاينين في المجتمع وحنا عارفين كلنا بأن الأقليات كاينين في المجتمع. دونك هاد السيد هذا تعرض لما تعرض له، وهو شاب مثقف مناضل اللي كيعرف شنو هما الحقوق ويعرف جيدا ما له وما عليه. هو جالس بوحديته، أنا هادشي أنا اللي يثير سخطي، هو بوحده وكل شيء جاي ملموم عليه على اساس انه هو ما كيهضرش، خرصه كيهبط تدوينه تتناولها الجرائد الالكترونيه وما كيخرجش. واليوم وانا جد فرحه انه اليوم وبارادته التامه والشامله، حتى انا قلت له الا ما بغيتيش تكلم ما تكلمش، ولكن حضر وحاول انك تجمع الناس اللي كيامنوا بالقضيه ديالك، ونجيروا اليد في اليد باش ما باقيش تحس براسك بوحديتك. واليوم حس بهذيك القوه انه يواجه، فواجهها وكنت جد متفاجئه، وانا جد فرحه بهذه المساله هذه، انه قرر انه يخرج للاعلام كيوصل صوته وكيقول كلمته. ورسالتي من هذا المنبر هو ان هذا التنمر هذا اللي كنتنمروا على الاقليات، خاصه لانه النساء ضحايا العنف والتعنيف والتحرش الى اخره، واخا كنتنمروا عليهم ولكن في واحد الاطار، في اطار اكسبتابل كما تنقولوا سي اكسبتابل، ولكن بالنسبه للاقليات الموضوع كيولي حساس جدا وللغايه، وتيولي التنمر اكثر استشراء واكثر قوه وشراسه. فما نبداو كنحقروا على الناس لانهم ما كيتكلموش، لانه في الاخر غادي يتكلموا، وإلا ما تكلموش حنا غنتكلموا في بلاصتهم وغادي ندافعوا على حقوقهم، وهادو هما الحقوق بالنسبة للناس كيقولوا عند راسهم بأنهم كيدافعوا على الحقوق، ولكن هما في حقيقة الأمر كيدافعوا على الحقوق ديال المجموعة ديالهم واللوبيات اللي هما منخرطين فيهم، ماشي حقوق كلهم المغاربة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.